بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة، في كتابه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ووصلنا إلى الحديث 28، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الشيخان عن عثمان بن عفان، والترمذي من طريق أنس، والنسائي عن عمرو بن عبسة، وابن ماجة عن طريق من طريق عمر وعلي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. ورواه الإمام أحمد من طريق ابن عباس وابن عمر وواثلة بن الأسقع وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم أجمعين. ورواه الطبراني من طريق أبي بكر الصديق وابن عمر ونبيط بن شريح وأبي أمامة وأبي ذر وأبي قرصافة وأبي هريرة وعائشة. ورواه الرافعي من طريق عبد الله بن أبي منى. ورواه ابن عساكر من طريق معاذ بن جبل وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. أما البخاري رحمه الله فقد رواه في باب من بنى مسجدا عن طريق عثمان بن عفان، وفي باب فضل بناء المساجد من طريق عثمان بن عفان. ورواه أيضا في كتاب الزهد في باب فضل بناء المساجد عن عثمان بن عفان. ورواه الترمذي في باب ما جاء في فضل بناء المساجد من طريق عثمان بن عفان، قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وهؤلاء 13 رجلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون هذا الحديث. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح من طريق أنس. ورواه النسائي في باب الفضل في بناء المساجد عن عمرو بن عبسة. ورواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات من طريق عمر بن الخطاب في أكثر من موضع في هذا الكتاب. ورواه الإمام أحمد من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان، ومن طريق ابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد. وأما الطبراني فقد روى هذا الحديث في أكثر من موضع من طريق أبي أمامة. ورواه أبو يعلى في مسنده في باب فضيلة المساجد وثوابها عن عثمان بن عفان. وأخرجه الدارمي في باب من بنى لله مسجدا عن عثمان. وفي صحيح الترغيب في بناء المساجد من طريق عثمان بن عفان. وفي الباب أيضا من طريق أبي ذر وعمر بن الخطاب وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة. ورواه البياقي في السنن الكبرى في باب فضل بناء المساجد عن عثمان وأبي ذر وعن الأعمش مرفوعا،
ورواه الهيثمي في المجمع في باب بناء المساجد من طريق عبد الله بن عمرو، ورواه الإمام أحمد من طريق واثلة بن الأسقع، ورواه الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله بن عمرو، ورواه أحمد والبزار من طريق واثلة بن الأسقع، ورواه أحمد والطبراني من طريق ابن عباس، ورواه البزار والطبراني في الصغير من طريق أبي ذر، ورواه البزار والطبراني في الأوسط من طريق عمر رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. هذا وفي الباب عن عائشة وأبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة وأسماء بنت يزيد ونبيط بن شريط وأبي قرصافة، ورواه الهيثمي في كشف الأسرار في باب المساجد من بنى لله مسجدا من طريق أبي ذر وابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي هريرة، وأخرجه الهيثمي في موارد الظمآن في باب ما جاء في المساجد من طريق عمر وطريق أبي ذر، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عمر ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي ذر ومن طريق واثلة بن الأسقع، والكتاني في نظم متواتر، وكان وأخرجه أئمة الحديث جميعا. وهذا الحديث كما ترون حديث متواتر رواه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن شارعون في شرح معنى هذا الحديث. من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له مسجدا في الجنة، وفي رواية أخرى من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. فبناء المساجد لعبادة الله تعالى من أجل القربات والطاعات وأعظمها، وقد حث الإسلام على بناء المساجد وتعظيم حرمتها. وفي هذا الحديث يروي التابعي عبيد الله الخولاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أراد هدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة بنائه على وجه أحسن من بنائه الأول كره الناس ذلك وأكثر الكلام لما فيه من تغيير بناء المسجد عن هيئة بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد كان مبنيا باللبن وسقفه كان من الجريد، وتم تجديده في عهد عمر رضي الله عنه ولكن على نفس الهيئة وطريقة بنيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان بناه بالأحجار المزركشة والجص كما بينت رواية صحيح البخاري. فلهذا أكثر الناس الكلام عن عثمان، فأنكر عليهم عثمان رضي الله عنه وأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، أي طلبا لمرضاته تعالى لا رياء ولا سمعة، جزاه الله أفضل جزاء من جنس عمله، وهذا الجزاء هو بناء الله له مثله في الجنة. وقوله مثله ليس المراد أنه على قدره ولا على صفته في بنيانه، ولكن المراد مثله في مسمى البيت،
وقيل المراد والله أعلم أنه يوسع له في بنيانه في الجنة بحسب توسعته للمسجد في الدنيا، ويحكم ببنيانه بحسب إحكامه، ويكمل انتفاعه بما يبنى له في الجنة بحسب كمال انتفاع الناس بما بناه لهم في الدنيا. وفي الحديث أن الإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الأعمال، وفيه بنيا وفيه بيان فضل بناء المساجد. والحديث أيضا من بنى مسجدا، التنكير فيه للشيوع، فيدخل فيه الكبير والصغير. وقع في رواية أنس عن الترمذي صغيرا كان أو كبيرا، وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان ولو كمفحص قطات. وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر، وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية من طريق أبي بكر الصديق، ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ كمفحص قطات أو أصغر. والمعنى في الحديث هذا كمفحص قطات، وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطات عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه. ويؤيد حديث جابر هذه، وقيل بل هو على ظاهره، ولكن هذا المعنى ضعيف، والمعنى أنه يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه لتكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن، وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. إن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر، ولكن قوله بنى يشعر بوجود بناء على الحقيقة. ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة من بنى لله بيتا، أخرجه سموية في فوائده بإسناد حسن، وقوله في رواية عمر من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله، أخرجه ابن ماجة وابن حبان، وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن عبسة. فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقط، لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازا، إذ بناء كل شيء بحسبه. وقد شاهدنا كثيرا من المساجد في طرق المسافر يحوطونها إلى جهة القبلة، وهي في غاية الصغر، وبعضها لا تكون وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها نحو حديث عثمان، وزاد قلت وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال نعم. وللطبراني ونحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن. وفي ملخص الحديث قال أنه يبتغى به وجه الله، أن يطلب به رضاء الله، والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها. فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم من بنى مسجدا لله، فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى مترددا في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله لله بمعنى قوله يبتغى به وجه الله تعالى لاشتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص.
قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الإخلاص، انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من طريق عقبة بن عامر مرفوعا: إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة: صانعه المحتسب في صنعته، والرامي به، والممد به. فقوله المحتسب في صنعته أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد، وهو عام من أن يكون متطوعا بذلك أو بأجرة، لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة في الأرض مسجدا لله تعالى بأن يكتفى بتحويطها من غير بناء، وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم، وهو المتجه. وكذا قوله بنى حقيقة في المباشر بشرطها، لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك، وهو المنطبق عليه على استدلال عثمان رضي الله عنه، لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه، ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. بنى الله، إسناد البناء إلى الله مجاز، وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه، أو لئلا تتنافر الضمائر، أو يتوهم عوده على بال المسجد. قال: مثله صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله. ولفظ المثل له استعمالان، أحدهما الإفراد مطلقا كقوله تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، والآخر المطابقة كقوله تعالى: أمم أمثالكم. فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة، فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله مثله، مع أن الحسنة بعشر أمثالها، لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له 10 أبنية مثله. والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل، والزيادة عليه بحكم الفضل، والله واسع عليم. ولقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والحديث كما تعلمون فيه وعد بناء أو بيت في الجنة، وفي هذا الحديث إشارة وبشارة لهذا الذي قام على هذا، أن الله تعالى سيدخله الجنة. كيف يبني الله تعالى بيتا لهذا الرجل المتبرع ببناء المسجد ولا يأذن له بدخول الجنة ليتمتع بهذا البيت؟ فلو تعدينا هذه الألفاظ ومن وراء المفاهيم نجد أنه من بنى مقدار مفحص قطات بنى الله له بيتا للجنة، ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فيه إشارة وكرم من الله تعالى أن الله سيكرم هذا الرجل بأن يبني له بيتا في الجنة ويأذن له بدخولها ويكون من صالح أهلها، إذن هو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. وهذا الكرم الإلهي يسعنا في هذه الأيام بأن نبادر إلى بناء المساجد والمشاركة فيها ولو بأقل القليل، وخاصة بالمحافظة عليها وعلى نظافتها وصيانتها وإكرام أهلها، كله منصب في معاني بناء المساجد. فالمساجد اليوم يقصر كثير من المسلمين
في خدمتها ورعايتها وصيانتها وخدمة أهلها. المسلم الصادق هو الذي يدخل المسجد فينظر ما فيه وينظر النواقص فيقوم على إكمالها من غير أن يشهر بنفسه، يبتغي بذلك وجه الله تعالى، لأن إتمام بناء المساجد من الإيمان، وفيه بشارة أن هذا الرجل صالح، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أحد ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمارة المساجد إما ببنائها أو الصلاة فيها أو إكرام أهلها أو خدمة أهلها أو توفير الراحة في تلك المساجد كصيانتها وإعمال الراحة فيها بأن يجعل فيها المدافئ في الشتاء ويجعل فيها المكيفات في الصيف ويجعل فيها من الماء ما يستطيع الناس أن يشربوا الماء وخاصة عند احتياجهم لذلك في الحر، وأن يوفر من أسباب الراحة للمصلين من حين دخولهم إلى حين خروجهم، فهذا هو في غاية الإحسان، وهذا الذي بنيت عليه المساجد خدمة لله تعالى. والحديث كما ذكرنا متواتر شمل عدة من المعاني مما يرويه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المساجد هي المدرسة الأولى التي بناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله والمسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها قاموا على بناء تلك المساجد وخدموها وأكرموا أهلها فيها ووفروا لهم أسباب الراحة وكل ما يحتاجوه من أمور الصلاة. الحديث 29 حديث بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أخرجه أبو داود والترمذي من طريق بريدة رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجة والحاكم من طريق أنس وسهل بن سعد، وأخرجه الطبراني من طريق زيد بن حارثة وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء 10. ورواه البزار من طريق أبي موسى الأشعري، والطيالسي في مسنده من طريق أبي سعيد الخدري، وابن شاهين في تاريخ ترغيبه من طريق حارثة بن وهب، وأبو موسى المديني من طريق حطيم الحداني مرسلا، وسعيد بن منصور من طريق عطاء بن يسار مرسلا، أما أبو داود رحمه الله فقد أخرجه في باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم من طريق بريدة، والترمذي في باب ما جاء في فضل العشاء والفجر من طريق بريدة الأسلمي، وقال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح مسند ومرفوع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجة في باب المشي إلى الصلاة من طريق سهل بن سعد الساعدي ومن طريق أنس بن مالك، وأخرجه الحاكم في المستدرك من كتاب الإمامة وصلاة الحجاب عن سهل بن سعد الساعدي، وجاء في كتاب التلخيص بهامش المستدرك على شرطهما، ويروى عن ثابت عن أنس مرفوعا، والطبراني في المعجم الكبير من طريق عبد الله بن عمر، والدارمي في باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم عن أبي الدرداء بلفظ من مشى في ظلمة الليل إلى الصلاة أتاه الله نورا يوم القيامة، وابن خزيمة في صحيحه في باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام من طريق سهل بن سعد الساعدي،
والهيثمي في موارد الظمأ في باب المشي إلى الصلاة وانتظارها، ومن طريق أبي الدرداء بلفظ: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. والهيثمي في كشف الأستار في باب المشي إلى المساجد في الظلم من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي صحيح الترغيب عن بريدة وعزى تخرجه إلى أبي داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله جميعا. قال الكتاني في نظم المتواتر: وبلغ عدد رواته 15 صحابيا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحديث في بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال الشارح في باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا إسماعيل أبو سليم الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم، لما ذكر في الترجمة السابقة فضل المشي إلى الصلاة مطلقا، وكان في بعض الأحوال يوجد الظلام وفي ذلك زيادة المضرة والمشقة. ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل الذهاب إلى المساجد في شدة الظلام. وفي الحديث: بشر المشائين في الظلم، وهكذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حفت الجنة بالمكاره، يعني أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب يحتاج إلى صبر، فالإنسان يحتاج إلى صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله، فيجب الصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، ويحرص على أن يذهب إلى المساجد ولو في الظلام ولو في شدة الحر ولو في شدة البرد، لأن حصول المشقة وحصول النصب فيه زيادة في الأجر وفيه الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. بشر المشائين أي الذين يمشون إلى المساجد. قوله في الظلم يعني في حال الظلام وفي شدة الظلام، وهذا إنما يكون في الفجر وفي العشاء، ولهذا جاء أن هاتين الصلاتين هما أثقل الصلاة على المنافقين وفيهما ما فيهما من النصر، ولهذا فإن الذهاب إلى المساجد في شدة الظلام فيه هذا الثواب العظيم من الله عز وجل. قال: بالنور التام يوم القيامة، لأنهم مشوا في الظلام فيجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نورا تاما يوم القيامة يبصرون به ويمشون به، والجزاء من جنس العمل. وكما أن هذا فيه مشي في الظلام فإنه يقابله نور وجزاؤه نور يحصل يوم القيامة، كما جاء في فضل الصيام أن الصائمين يدخلون من باب يقال له الريان، لأنهم عطشوا أنفسهم فجوزوا بأن يدخلوا من باب يشعر بالري الذي هو ضد الظمأ. فهؤلاء لما مشوا في الظلمات إلى المساجد وحرصوا على الذهاب إلى المساجد في الظلمات فإن الله تعالى يجازيهم بأن يجعل لهم نورا يمشون به يوم القيامة يضيء لهم جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فكما أنهم مشوا في الظلام فالله يعوضهم نورا يستضيئون به يوم القيامة. وهذا الحديث غاية وبشارة، غاية في أن الله تعالى سيكرمهم بهذا النور يوم القيامة، وبشارة أن هذا من أسباب الرضا والرحمة وأسباب دخول الجنة. نسأل الله تعالى
أن يجعلنا من صالح أهلها، وأن يوفقنا إلى إقامة الصلاة، وأن نكون من جملة المتقين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.